كل يوم في فيديو تشجيع جديد، كل يوم بنحاول ان احنا نشجعك ونقويك في رحلة التغيير اللي انا بعتبرها من اهم المراحل في حياتك، لان المرحلة دي لو تخطيتها ان شاء الله وانت بكامل رشاقتك وانت بكامل صحتك، حياتك بالكامل هتتغير. واسأل الناس اللي جربت. هاي ايوه انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناة بس كده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. ورحلة التغيير، رحلة التغيير اللي انا بعتبرها اجمل بكتير من التغيير نفسه، طعمها حلو لانك بتتحدى فيها نفسك. رحلة التغيير اللي محتاجة حماس يومي ومحتاجة ان انت تشجع نفسك بشكل يومي، وانا بطلع من خلال الفيديوهات دي ان انا اشجعك واقويك واقول لك استمر يا بطل علشان تغير من نفسك. انا عارف ان في ناس مرتبطة ارتباط كبير جدا بنبرة صوتي، حتى في ناس بمجرد ان هي بتسمع صوتي بتحس ان عندها طاقة وتشجيع، وانا بشكركم جدا. وانتوا كتبتوا لي ده في التعليقات، في تعليقات كمان من نوعية ان في ناس طول حياتها مش عارفة تتغير، طول حياتها جربت، صرفت مال وصرفت وقت وصرفت مجهود وصرفت حاجات كتير جدا علشان خاطر تتغير، ولكن في النهاية كانوا ما بينجحوش في رحلة التغيير، وكان السبب ان هم بيمشوا في طريق غلط. يعني كان السبب ان هم مش قادرين يفهموا ان الطريق الصحيح هو طريق النظام الغذائي الصحي مع شوية رياضة صغيرين، لكن بيمشوا بقى طريق يعني مختلف. وطبعا للأسف الشديد بعض الناس أصحاب الشهادات وأصحاب الاسم القوي كانوا بيطلعوا ويقولوا لهم تاخد دواء، تاخد عشبة، تاخد المسحوق ده علشان خاطر تخس. ففي كتير من الناس اتبعت هذه الأشياء، ولكن في النهاية كانوا بيفشلوا، لأن أنا بعتبر أن كل ده حتى مش وسائل مساعدة، بالعكس أنت عندك الحاجة الأساسية القوية هي النظام الغذائي الصحي. واحدة من أهم التشجيعات أو من أهم أسباب التشجيع هو اتباعك للنظام الغذائي الصحي، مش بس علشان النتيجة، لأن النظام الغذائي الصحي ده زي بالظبط كده دخل بيت، البيت ده مكسر ومليان شروخ والأساس بتاعه متدمر، فبيبتدي ان هو يصلحه، يجيب كده نجار ويقعد يصلح في البيت ده، والشروخ دي يبتدي يقفلها ويبتدي يدهن. هو ده النظام الصحي لما بينزل جوه الجسم. لكن النظام الغير صحي، الأنظمة الغلط، الأدوية، الكلام ده كله بتهدم الجسم، بتزود الطين بلة، وبالتالي هتلاقي ان انت مش قادر تستحمل، وده سببه كتير جدا ان ناس ما بتقدرش ان هي تكمل على هذه الوصفات وعلى هذه الأنظمة الضارة اللي انا بعتبرها ضارة. طبعا في أنظمة كتير ضارة وأنظمة بتسبب مشاكل صحية، وهتلاقي ان انت مش قادر تكمل فيها لهذا السبب. هتلاقي في تعليقات لناس كتير ممكن طول حياتها كانت بتجرب وتلاقي بسم الله ما شاء الله معانا حياتها اتغيرت، وناس كانت طموحها او اخر طموحها ان هما ممكن يخسوا 5 كيلو 10 كيلو، وتلاقي ان هو قفل 40 و50 كيلو. ساعتها بيسأل نفسه ايه المختلف عندنا؟ هل مثلا عندنا حاجة سحرية؟ مثلا عندنا حاجة مثلا مختلفة عن بقية الناس؟ لا والله، كل الموضوع ان احنا بنقدم لك نظام غذائي متزن صحي وبشهادة الجميع، محدش يقدر ان هو يتكلم ربع كلمة على النظام. النظام اتطور خلال 6 سنوات علشان يجيب افضل نتيجة في اقل وقت وبابسط الامكانيات. طبعا يعني انتوا بتشوفوا ناس كتير على القناة، ناس من اللي خست وحققت نتيجة، جميع الفئات، جميع الفئات، فئات متوسطة، فئات اقل من المتوسطة، فئات اعلى من المتوسطة، كل الناس بتخس، كل واحد اتبع هذا النظام خس، لان النظام سهل وبسيط وفي متناول الجميع. عشان كده انا عايزك ما تصعبش الامور على نفسك، عشان كده مش عايزك تضيع وقت، عايزك اول ما تشوفنا، انا عارف ان في لسه احنا ناس كتير ما وصلنا لهاش، لكن كل ما بنوصل لناس اكتر، كل ما الموضوع بينتشر اكتر، كل ما بناخد ثواب تغيير ناس كتير جدا، كل ما الناس دي بتبتدي ان هي تنتشر في المجتمع وبالتالي بتكون سفراء لينا في كل حتة. كتير من الناس وكتير منكم اعتقد اللي خس في مكان معين كان بيشجع الدايرة اللي حواليه، واللي كان بيخس على ايديه بيشجع الدايرة اللي حواليه، زي بالظبط كده التسويق الشبكي لو انتوا تسمعوا عنه. فهو احنا كده، بس تسويق خير، حاجة خير، احنا ما بناخدش منكم حاجة والله، ولكن احنا كمان نفسنا نقدم لكم هدايا اكتر، ونفسنا نفضل نشجعكم كل يوم. الفيديو اللي انتوا بتشوفوه ده يمكن انتوا بتقولوا والله ده يعني حاجة سهلة، ومش حاجة سهلة والله خالص، يعني ممكن في العربية، ممكن في البيت، ممكن مع ناس،
المواضيع دي والله بتاخد وقت كبير جدا، ولكن ده واجب عليا انا، طالما ان انا اقدر ان انا اشجعك، طالما اقدر ان انا اقدم لك يد العون علشان خاطر توصل لهدفك، هفضل مستمر في هذا الموضوع، لان انا عارف ان اللحظة بتفرق. لحظة، ودي حاجة انا عايزك تفهمها كويس. انا ليه بعمل كده؟ يعني ليه مستمر معاكم بقالي 6 سنين بداية من الفيسبوك ومرورا بكل وسائل التواصل الاجتماعي؟ علشان عارف ان ممكن واحد يكون بيستخدم الانستجرام يطلع يبص يتشجع، يستخدم اليوتيوب يفتح تلاقيه يقولك طب والله العظيم انا هبتدي معاكم خلاص. دي في حد ذاتها انت اكنك كسبت الدنيا كلها. يعني لو فيديو واحد غير انسان واحد، فانا كده كسبت الدنيا كلها، مش عايز اي حاجة تاني من الدنيا خلاص. فانا عايزك ان انت تتشجع وتبدأ وتغير من نفسك، لان سجن الدهون ده هيعطلك عن حاجات كتير حلوة حواليك. اقولك ايه الحاجات الحلوة؟ ان انت تلبس لبس حلو، ان انت تنعم بصحتك، ان انت تنام كويس، يعني تلاقي نفسك بتنام عادي زي الناس العادية، بتصحى من النوم عادي زي الناس العادية. انا زمان والله العظيم كنت بصحى وكأني حد ضربني علقة، اكني واقع عليا حيطة من كتر ضغط الدهون على قلبي وعلى جسمي. كنت بحس ان انا قايم بالعافية بقوم، لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله اقوم عادي خالص، طبيعي زي الانسان الناس العادية. انزل الشارع عادي، عايز اروح مكان افضل اتمشى، مش فارق معايا في مواصلات ولا في عربية ولا في اي حاجة خالص، مش فارق معايا، افضل اتمشى. ممكن الشمس مثلا تبقى جامدة شوية، البس حاجة على دماغي وهكذا. اللي هو المواضيع بقت سهلة وبسيطة، انت تقدر تعمل ده. انت عارف السمنة اكيد اثرت على حاجات كتير في حياتك، في ناس قاعدة في البيت ما بتقدرش تخرج في الطبيعي بسبب السمنة، في ناس بتعاني من مشاكل صحية بسبب السمنة، في ناس بتعاني من مشاكل زوجية بسبب السمنة، في ناس انفصلت بسبب السمنة، في حاجات كتير، في ناس فقدت شغل كويس بسبب السمنة، في ناس فقدت إنسانيتها بسبب السمنة، في ناس اللي هو يعني كل واحد فينا كان عنده مشكلة بسبب السمنة أو عدة مشاكل، سواء مشاكل صحية، مشاكل نفسية، مشاكل مجتمعية، حاجات كتير جدا. بمجرد إن أنت هتخس هتلاقي حاجات كتير قوي، حاجات كتيرة بتتغير، هتلاقي حتى نظرة الناس ليك بتتغير. يعني هتلاقي ان في ناس بتتشجع بيك، ودي بقى متعة ما بعدها متعة. يعني ايه متعة ما بعدها متعة؟ ان هتلاقي ان الناس تقولك انت عملت ايه؟ طب ممكن تقول لنا؟ تبقى مبسوط قوي ان انت اصبحت انسان ايجابي بتساعد غيرك، انسان ايجابي ليها متعة في الحياة. واعتقد ان في كتير منكم، وانا عارف الناس اللي بتتابعني الناس دي قلوبها طيبة والله، اللي هو بيبقى فرحان جدا ان في حد طلب منه المساعدة. انا طول حياتي كنت بحب اساعد الناس، لكن لما وزني زاد ما بقتش عارف اعمل ايه، كان اخري اروح اتبرع بالدم، ده كان اخري في المساعدة، لاني ما كانش عندي صحة ان انا اساعد حد، ولا عندي حاجة ممكن اساعد بيها حد، ولا اي حاجة خالص. لكن لقيت نفسي ان انا اقدر اساعد غيري، وان انا ممكن اوفر من وقتي في مساعدة غيري، ده حاجة عظيمة جدا، حاجة حلوة قوي. انت تقدر تكون سفير للخير، سواء في نطاق بيتك، سواء في نطاق اصدقائك، في نطاق عملك. حتى انت لو انت بتتابعنا على الفيسبوك، لو انت عملت لايك وشير والكلام ده كله، وابتديت تشجع الناس وتكتب كلمتين مثلا يا جماعه، لو شفت اي منشور مثلا او شفت اي فيديو وقعدت تقول يا جماعه والله احنا عايزين نبدا، عايزين نتشجع وهكذا، ممكن واحد يشوف الفيديو ده هتلاقيه يتشجع بيك. لو انت مثلا شفت انجاز، احنا منزلين انجاز صوره واحد، ورحت بعتها لحد، بعتها كده اكنك يعني مثلا ايه بتعمل شير وخلاص، لو هو شاف الصوره ده هيسالك ايه ده، يعني عباره عن ايه، ممكن نبدا، طب يلا نبدا، هتلاقي ان انت سبب في ده. يعني فانا لما انا بقول لك تفاعلوا على الفيديوهات، تفاعلوا على البوستات، سواء على الفيسبوك، سواء على الكوميونتي على القناه، سواء على الانستجرام، تليجرام، كل الحاجات دي والله العظيم هتاخد ثواب عظيم جدا جدا، ثواب الناس اللي بتتغير. ولو انت شايف ناس ما عندهاش اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، فأتمنى ان انت تطبع لهم الأنظمة وتديها لهم في ايديهم، وتحاول ان انت تشرح لهم، علشان ده بيفرق معاهم بشكل كبير جدا. احنا لازم نوصل لناس اكتر، سواء على ارض الواقع او سواء على السوشيال ميديا، علشان نساعد في ناس فعلا محتاجة التغيير. لو انت وصلك التغيير وبتتدلع ولسه ما تغيرتش، فغيرك مستني التغيير ده. لو انت وصلك ازاي ان انت تتغير، فلا تبخل على غيرك ان انت تساعده، سواء ان انت توجهه، سواء ان انت تساعده بشكل شخصي باي طريقه، لكن لا تبخلوا على غيركم، خلي عندكم ايثار. وصدقني كل ما هتساعد ناس اكتر، ربنا هيكرمك وهيساعدك انت اكتر واكتر.
تحياتي ليكم والصباح التشجيع عليكم او مساء التشجيع عليكم، وتحياتي لكل الناس المتابعين وكل الابطال وكل الناس اللي قلوبها طيبه. سلام عليكم. وزي ما بنشجعكم كل يوم ونعرض لكم اليوم التالي للنظام، والنهارده هيكون معانا اليوم الثاني من التحدي الثالث، والحقيقه هيكون معانا اليوم الثالث كمان علشان بكره عندنا فيديو من غير عرض النظام، لكن هيكون فيديو مهم جدا، استنوه، فيديو لإنجاز رائع جدا جدا. طبعا ده اليوم الثاني من التحدي الثالث، وهيكون فيه الفطار والغداء والعشاء بدون نشويات. أما نظام المرضعات فهيكون عندهم نشويات في الفطار والعشاء، أما الغداء بدون نشويات. ونروح لنظام الأشبال فهنلاقي عندهم برضو نشويات في الفطار ونشويات في العشاء، أما الغداء بدون نشويات. نروح بقى لنظام اليوم الثالث، اليوم التالي لليوم الثاني ان شاء الله باذن الله هيكون يوم الثالث، وهيكون في الفطار في نشويات والغدا نشويات، اما العشاء بدون نشويات. ده نظام جميل اوزان. اما نظام المرضعات فهيكون برضو عندنا في الفطار والغدا يكون نشويات، اما العشاء بدون نشويات. ونظام الاشبال هيكون في الفطار نشويات والغدا نشويات، اما العشاء بدون نشويات. وننتظر ان شاء الله باذن الله فيديو الغد، هيكون فيديو قوي جدا لانجاز غير حياته بالكامل، وهنشوف الانجاز ده يعني ازاي غير حياته وايه الدافع اللي خلاه يتغير. فانتظرونا في فيديو الغد ان شاء الله باذن الله، هيكون فيديو ولا اروع. حياتي ليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في طرق كتيرة جدا للحصول على انظمة لو نفسك تخس. اسهلها ان انت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس، بس هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس، سواء قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك، زي ما انت شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس صفحة الرئيسية. وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس. وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة، وبينزل عليه الانظمة كل يوم. وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس.